حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المصدر أونلاين: مسؤول أممي يقدم 3 مطالب عاجلة لمجلس الأمن لمعالجة الأزمة الإنسانية باليمن. يمن مونيتور: صنعاء فوق صفيح ساخن، احتجاجات الموظفين تتوسع للمطالبة بالرواتب. ومن القدس العربي: إعلان لبرجر كينج يثير أزمة مع العائلة الملكية في بلجيكا. أهلا بكم. البداية من الموقع بوست، والذي سلط الضوء على الإحاطة الجديدة عن اليمن في مجلس الأمن والتي تصدرت فيها الأزمة الإنسانية. وقال الموقع عن ولد الشيخ: إن وفدي ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في صنعاء لم يحضرا المباحثات المتعلقة بالحل السياسي. وخلال إحاطته شدد ولد الشيخ على ضرورة التوصل إلى اتفاق من أجل استخدام ميناء الحديدة لإدخال المساعدات لليمنيين، مطالبا جميع الأطراف بالعمل على تجنب الاشتباكات في الحديدة. وحمل المبعوث الأممي الميليشيا مسؤولية استهداف موكبه في صنعاء، ودعا إلى ضرورة التحقيق في الحادثة، وأرجع سبب انتشار الكوليرا في البلاد إلى تراجع الخدمات الصحية، معربا عن قلقه جراء استهداف الإعلاميين. مسؤول أممي طالب مجلس الأمن الدولي، كما ذكر موقع المصدر أونلاين، بالتحرك الفوري لتجنيب اليمن ودول المنطقة تداعيات تستمر لأجيال مقبلة لن يكون بالإمكان معالجتها. حيث حدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين 3 مطالب رئيسية يتعين الإسراع بالعمل من أجل تنفيذها. والمطالب هي: ضمان حماية المدنيين وضمان فتح جميع الموانئ والطرق البرية للوصول الإنساني والمحافظة على المؤسسات اليمنية. خلط المشهد السياسي الحالي في اليمن الأوراق، ما أعاد صالح إلى واجهة التداول السياسي لدى خصومه، وهو ما تؤكده تسريبات عن ضغوط دولية على قيادة التحالف في التعجيل بتسوية سياسية تضع إخراج صالح من اليمن كأرضية لتسوية شاملة للحرب. كان هذا جزءا مما كتبته بشرى المقطري في مقالها المنشور في موقع المصدر أونلاين، والذي قالت فيه: تطفو في المشهد السياسي اليمني تسريبات تسوية سياسية من المجتمع الدولي، وتقتضي هذه التسوية طي صفحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح بترتيب خروج آمن له من اليمن مقابل التهيئة لتسوية شاملة بين الفرقاء اليمنيين. واللافت أنه منذ بدء الحرب لم تطرح قضية بقاء صالح أو خروجه من المشهد السياسي. تشي هذه التسريبات بعجز أطراف الصراع اليمنية وحلفائها بحسم الحرب، لكنها تؤكد أن التطورات السياسية في اليمن وتحديداً في الساحة الجنوبية أنتجت سياقات سياسية جديدة على المستوى الوطني لم تكن مطروحة، ومنها خيار طي صفحة صالح، كما تكشف عن إدراك صالح أدوات خصومه وحلفائه وأجندتهم واستغلاله كل الظروف لصالحه. ويبدو أن صالح يجني اليوم ثمار سياسة النفس الطويل التي اتبعها مع خصومه وحلفائه طوال الحرب، والتي أوجدت له فرصة سياسية لم تكن متوفرة من قبل. في المقابل، أدى تراكم الأخطاء السياسية والعسكرية لقيادة تحالف في إدارة الملف اليمني إلى ارتفاع أسهم صالح مرة أخرى، حيث استغل الأخير تناقضات أجندات دول التحالف العربي وتحديداً السعودية والإمارات في تعاطيها مع حلفائها المحليين ورؤيتها لمستقبل اليمن. لكن بالنسبة لعموم اليمنيين الذين شاركوا بثورة ضد صالح ويدركون مسؤوليته عن إسقاط صنعاء ومؤسسات الدولة بمعية الحوثيين وخوضه الحرب ضدهم، فضلاً عن إجرام أكثر من 3 عقود ومصادرة خياراتهم في الحياة، فإن طرح صفقة خروج آمن لصالح بعد كل هذه الدماء مقابل فضه تحالفه مع الحوثيين يبدو مخيباً لآمالهم، وأن المجتمع الدولي يكرر خطأ تعاطيه مع جذر الأزمة اليمنية وتمكينه مجرماً يستطيع دائماً استغلال وجهة الريح للهرب من جرائمه. الانتهاكات ضد الصحافة والإعلام لا تتوقف في اليمن،
كان آخرها ما نقله موقع المشاهد نت حول تعرض الصحفي نبيل الصعفاني للاحتجاز والتحقيق من قبل نقطة عسكرية في محافظة مأرب دون مبرر قانوني. وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها تلقت بلاغا من الصحفي نبيل الصعفاني يفيد فيه بتعرضه للاحتجاز من قبل نقطة الفالج بمأرب أثناء عودته من ماليزيا عبر مطار سيئون، حيث تم إيقافه وإنزاله من باص النقل الجماعي المتجه إلى صنعاء، مضيفا أنه تم أخذه عبر دورية عسكرية إلى مبنى بعيد عن النقطة لكونه صحفيا، وإيقافه في غرفة بداخلها 3 محققين قاموا بتفتيشه وأخذ مقتنياته الشخصية قبل أن يتم الإفراج عنه بعد أن ظل رهن التحقيق ليوم كامل. في سياق متصل، قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها تلقت بلاغا من مراسل قناة روداو إياد الموسمي يفيد بتعرض طاقم القناة وللمرة الثالثة للاحتجاز والملاحقة من قبل مسلحين في شوارع العاصمة صنعاء، حيث تم اعتراضهم واقتيادهم إلى قسم شرطة العلف على خلفية تصوير تقرير عن أجواء رمضان. صحيفة القدس العربي نشرت مقالا للكاتب واسين الأعرج قال في أجزاء منه: كان الهدف في الثورات العربية ضرب الدكتاتوريات، فبقيت هذه الأخيرة أو غيرت ألبستها العسكرية بأخرى مدنية أو العكس، حماية للأوطان من الاندثار. وكل ما حدث هو أن التدمير العربي في العراق وسوريا واليمن وليبيا وصل أقاصيه، وأن الشعوب هي التي تم ترحيلها من أراضيها وبيوتها. كل ما كان يشكل القوة العربية الضاربة انتهى لأسباب عديدة، يقف على رأسها سببان داخليان كبيران. الدكتاتوريات العربية لم تحظر لخروجها من دائرة الحكم حماية لأوطان عاثت فيها فسادا زمنا طويلا، بل يبدو أنها لم تفكر في المغادرة أصلا حتى بعد تلقيها ضربات موجعة. السبب الثاني هو أن الثورات العربية رهنت جهودها وبقائها أيضا بقوى عربية ودولية لم يكن رهانها الثورة بقدر ما هي معارك تختفي من ورائها مصالح اقتصادية وأيديولوجية تنفجر اليوم في وضح النهار. لم تستطع الثورات أن تفرض خطها ومساراتها، وظلت مبتورة من قيادات حقيقية غير تبعية تقودها إلى الانتصار. المشهد الحياتي والسياسي اليوم عربيا لا يورث إلا البؤس والغضب واليأس والخيبة. رئيس أمريكي على حافة الإقالة الدستورية يأتي إلى البلاد العربية والإسلامية ويشتم قادتها الذين لم يرفعوا الأصبع الصغير لمطالبته بالاعتذار أولا للذين شردهم في المطارات ومسالك الحدود البرية وحتى في بيوتهم بحجة أنهم مسلمون. الغرابة والتناقض في هذا الرجل غير الطبيعي هي كيف يصبح المال العربي مرغوبا وثقافتهم ودينهم مرفوضان. ربما هذا ما يطلق عليه ترامب البرغماتية. صنعاء فوق صفيح ساخن هو وصف اختاره موقع يمن مونيتور للتعبير عن احتجاجات الموظفين المطالبة بمرتباتهم والتي تتوسع شيئا فشيئا. وقال الموقع: عدد من الجهات الحكومية بالعاصمة صنعاء نفذت احتجاجات غاضبة تطالب بصرف المرتبات مع تزايد الضغوط بسبب شهر رمضان الجاري. ففي وزارة الداخلية تظاهر العشرات لليوم الثاني على التوالي، حيث أقدم العديد من منتسبي أفراد قوات الأمن بقطع طريق خط المطار. جماعة الحوثي تقوم بمواجهة الاحتجاجات والاعتصامات والوقفات بالقمع مع الكثير من الوعود خشية خروجها عن السيطرة. وفي سياق متصل، نفذ متعاقدو ديوان أمانة العاصمة وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في صرف مستحقاتهم ورواتبهم أو حتى الحصول على وعود الحوثيين بصرف مواد غذائية. من بين الأخبار القادمة من العاصمة المؤقتة ما ذكره موقع عدن الغد حول تعليق طيران اليمنية رحلاتها إلى مطار عدن بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين أفراد يتبعون القائد صالح العميري أبو قحطان وأخرى تابعة لقائد آخر يدعى الخضر كردة. أسفرت عن مقتل أحد أفراد الحماية الخاصة بمطار عدن الدولي يدعى مروان الخضر فريد، قبل أن تتمكن قوة مشتركة من الحزام الأمني وإدارة أمن عدن من السيطرة على مطار عدن الدولي واحتواء المواجهة فيه. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد. صحيفة العرب الجديد عنونت: الحوثيون يعرقلون مبادرة أممية لصرف رواتب أكثر من مليون يمني. تقول الصحيفة في التفاصيل: يعيش أكثر من مليون موظف حكومي يمني بدون رواتب منذ 8 أشهر، ما استدعى تحركا أمميا عبر مبادرة قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. مصادر مطلعة كشفت للعرب الجديد أن ولد الشيخ قدم باسم منظمة الأمم المتحدة مبادرة لحل أزمة توقف الرواتب، وتم طرحها على جميع الأطراف. وتنص المبادرة على أن يقوم الحوثيون وحلفاؤهم بتحويل إيرادات الدولة من العاصمة صنعاء وبقية مناطقهم، أبرزها إيرادات ميناء الحديدة، إلى صندوق مستقل يعمل بحيادية ويتولى صرف رواتب الموظفين في جميع المناطق، ويديره فريق مهني يمني بإشراف الأمم المتحدة. وبالمثل تقوم الحكومة بتحويل الإيرادات من عدن ومناطقها إلى الصندوق. هذه المبادرة وافقت عليها الحكومة الشرعية الموالية للرئيس هادي، بينما رفضها تحالف صنعاء من جماعة الحوثيين وأنصار الرئيس صالح. صحيفة الخليج نقلت عن المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو إيرينا بوكوفا إدانتها قتل ميليشيا الحوثي وصالح 3 مصورين صحفيين وإصابة 2 آخرين بجروح في هجوم على مدينة تعز في 26 مايو الجاري. وقالت بوكوفا في بيان: أدعو الجميع إلى احترام اتفاقات جنيف التي تؤكد الوضع المدني للصحفيين، وتصف الجرائم التي تستهدف وسائل الإعلام خلال النزاعات بأنها جرائم حرب، وأكدت أهمية عمل الصحفيين في ظل الأوضاع الحالية أكثر من أي وقت مضى، إذ تسهم تقاريرهم في نجاة المدنيين. عن مآسي التطرف وجنونه يكتب بكر عويضة مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط، ويقول في أجزاء منه: تأثير التطرف المعلن واضح لأبصار الناس كافة، تراه الأعين دماء أطفال أبرياء تنضج من إناء إرهاب القتل بشوارع مشارق الأرض ومغاربها، وتسمع دويه الآذان أوجاع أمهات ثكلن بفلذات أكبادهن، وآباء فقدوا أبناءهم قبل أن يفرحوا بشبابهم، وزوجات ترملن قبل الأوان. كم مرة قيل إن الكراهية لا دين لها، والعنصرية لا لون يخصها، ثم إن قتل نفس واحدة يعادل إزهاق أنفس البشر كلهم، أيا كان الجنس والدين والعرق، ملايين المرات أم أنها مليارات، ليس مهمنا الفرق، المهم أن بريق تلك العبارات ملأ أبصار القرون على امتداد الكواكب، ورنين طنينها أطنب أسماع أقوام مختلف المعتقدات طوال قرون يصعب إحصاؤها. مع ذلك لم يزل التطرف الظلوم الجهول يعجز عن رؤية الحق الواضح القائل إن خالق البشر هو مانح الحياة وهو مسترجعها إذ تستوفي أجلها. نعم، إن كل معتد على حياة إنسان إنما يتعدى حدود خالقها، ولا غرور، إذ ذاك إن سهل الغلو عليه تجريد نفسه من إنسانيتها فأقدم على نحرها ليقتل معها آخرون تصادف وجودهم حوله. مقابل ضرورة المراجعة عربيا وإسلاميا، هناك أيضا إعادة نظر ضرورية من جانب شرائح فكرية وإعلامية في المجتمعات الغربية بداخلها تطرف خفي. المقصود هنا هي الشرائح التي سواء قصدت أو لم تقصد تستخدم مفردات تفيد مروج الفكر المتطرف المستخدم في التجنيد الإرهابي. كم مرة نصح هؤلاء أن يكفوا عن التعميم وأن يتوقفوا عن إعادة إنتاج صورة نمطية تضع الجاليات الإسلامية في الغرب عموما موضع شبهة أو اتهام صريح أحيانا. ليس الاعتراض هنا على أغلب مقترفي إرهاب 20 سنة الماضية في مجتمعات الغرب مسلمون، هم كذلك، إنما تكرار الربط بينهم وبين دينهم هو بالضبط هدفهم، إنه يعزز مزاعمهم أكثر مما يدحضها. صحيفة الحياة اللندنية نقلت عن رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرغون قولها إن الحزب الوطني الاسكتلندي سيعرض على الناخبين إجراء استفتاء جديد بشأن الاستقلال عن بريطانيا في نهاية عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأبلغت ستيرغون أنصارها أنه ببساطة هناك الكثير من الأخطار على اسكتلندا جراء الخروج من الاتحاد. رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي
رفضت مطالب الحزب الوطني الاسكتلندي بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال، وقالت إن الوقت غير مناسب لتصويت جديد. الاسكتلنديين رفضوا الاستقلال في استفتاء أجري العام 2014، لكن الحزب الوطني الذي تتزعمه ستريدجون يقول إنه يجب إجراء تصويت جديد، إذ أن اسكتلندا صوتت لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي، فيما أيدت بريطانيا الخروج في الاستفتاء الذي أجري العام الماضي. ومن الأخبار الأكثر قراءة ما أوردته صحيفة القدس العربي، حيث قالت تسبب إعلان أول مطعم لسلسلة برجر كينج ببلجيكا بأزمة مع العائلة الملكية. الإعلان طلب من الناس الاختيار بين ملك البلاد ومنافسه برجر كينج، وجاء في الإعلان ملكان وتاج واحد، من سيحكم؟ وعند التصويت للملك فيليب يرد الإعلان على مستخدمي الموقع هل أنتم متأكدون من التصويت للملك فيليب؟ فلن يكون هو الشخص الذي يقدم لكم البطاطا المحمرة. وفي المرة الثانية يسأل الموقع ما إذا كان المستخدم متأكدا حقا ويقترح عليه الذهاب لزيارة الملك في 11 مساء، ثم يسأل الموقع المستخدم ما إذا كان متأكدا مرة أخرى. وعندما يحاول المستخدم الضغط على أيقونة نعم تتحرك الأيقونة بعيدا، فيما أكدت برجر كينج أنها لم تتلقى حتى الآن أي إخطار رسمي من الجانب البلجيكي. متحدث باسم العائلة الملكية قال إن العائلة الملكية لا توافق على هذا النهج، وأنها تواصلت مع سلسلة مطاعم برجر كينج بهذا الخصوص. بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل أحد المواطنين الفلسطينيين، قررت الأسرة إقامة مائدة الإفطار على أنقاض منزلهم المدمر، فكانت هذه الصور التي نشرتها صحيفة العربي الجديد. نتابع. إذا مشاهدينا، بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.